أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الشهيد يغسل ويكفن؟ شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، لأجل تبقى عليه دماؤه وآثار الشهادة. أما شهيد غير المعركة كشهيد الهدم أو الغرق أو الحريق فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما له أجر الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات. نعم.